أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: بعض الجوامع تقام فيها الصلاة على الأموات يوميا، هل لي أن أذهب إليها للصلاة على الجنازة؟ نعم. يقول: بعض الجوامع تقام فيها الصلاة على الأموات يوميا، هل لي أن أذهب للصلاة على الجنازة هناك وترك الصلاة في مسجد حينا؟ لا بأس، إذا لم تكن إماما في المسجد ولا مؤذن، أنت المسؤول في المسجد، فلا بأس أنك تروح تصلي على الجنائز لتحصل على الأجر، تتبعها إلى المقبرة تحصل على الأجر، هذا شيء طيب. إذا لم يترتب على ذهابك محاذير، إما أنك تضيع الإمامة أو تضيع الأذان، فلا بأس، هذا شيء طيب.